رايك في رفض القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر مقابلة كوبلر بشكل متكرر؟ والله في البداية نرفع القبعة للمشير خليفة بن قاسم حفتر على عدم مقابلة هذا السعلوك، هذا شبان، هذا الجرثومة اللي حلت بليبيا. نطلب من كل إنسان شريف عنده النخوة الليبية، عنده شهامة، عنده نخوة عمر مختار، عنده نخوة الفرسان اللي جاهدوا بالبندقة والجواد، انهم هم ما ينجرش وراء هالمبعوث الاموي. هو مجرد موظف في لدى الامم المتحدة، ما يفرضش علينا رايه وما يتحكمش فينا. نحن عندنا اصول، عندنا مبادئ، عندنا اجدادنا حاربت الطليان وحاربت الامريكان، ونحن شعب عظيم. واتمنى من كل من يسمع فيها عبر شاشتكم موقرة ان يطرد هذا الجبان، هذا السعلوك، هذا الجرثومة اللي حلت بينا في ليبيا. والله شنو يعني المشير خليفة حفتر في البداية الأمر يعني استقبل كوبلر وعامله على أساس أنه هو محايد من جميع الأطراف، ولكن اتضح في نهاية الأمر أن كوبلر كان متحيز لفئة يعني كيف ما تقولي مترة متحيز لجماعة الإخوان المسلمين. ورأي أن خليفة حفتر يعني سيادة المشير خليفة حفتر في طرده لكوبلر هو المفروض هو من البداية أنه يطرده ما يستقبلش، تمام. لكن كيف ما تقولي هو للتوضيح أنه هو ما قابلش كوبلر نهائيا، تم رفض مقابلته بشكل متكرر وشكل قاطع، يعني رفض مقابلته إلى الآن لم يتم مقابلته. إلى الآن لم يتم مقابلته من سيادة المشير على أساس يعني على أساس أنه هو سيادة المشير رجل عسكري. يعني نحن نقول لك بالتعبير الشعبي، يعني لا شك أن في الظروف الموجودة حاليا هي خدمات تكاد تكون متميزة، لكن في غالبها هي خدمات عطيبة شطيبة تتصنع عن الخدمة. يعني لا شك أن الآن تطورت، يعني حجم الاتصالات تطورت، وأن حتى الأسعار اللي قائمة عليها الآن هي أسعار غير حقيقية، يعني أسعار وهمية. يعني يكاد تكون الآن مثلا الخدمات لو تمشي لأي مكان آخر في العالم، حتى الدول المكتظة بالسكان، حتى الدول تقدم في خدمات وميزات للمواطن العادي بأكثر مما لا تتخيل. يعني هذه الميزات لا توجد لدى شركة ليبيا المدار أو ليبيانا. والله نراها بالنسبة لليبيانا باي تمام، كويسة تمام 100% باي عن النت باي نتكلم بها كويس تمام، ما في شيء مشكلة. والمدار حتى المدار بس أنا استعمل ليبيانا المدار. والله التغطية مرات تكون كويسة مرات مش كويسة، لكن الربية كويسة باي، لكن في فترات تقعد تعبانه يعني مش 100%. بالنسبه للمستوى، مستوى متوسط يعني مقارنه بالدول المجاوره، ما فيش منافسه شركات من حيث الخدمات الى اخره. يعني يطلق والله خطوه كويسه ان شاء الله، يعني جيتهم هنا حتكون الامن، بيكون الامن افضل. يعني مجرد ان جت الحكومه حدانا هنا وبنغازي وشوفت عينك وضعها كويس، الناس تدور وامنهم ما شاء الله، يعني ما عادش في اي حجه يعني ان شاء الله باذن الله، ونحن مواطنين عاديين وعايشين فيها يعني الحمد لله رب العالمين. يعني وان شاء الله يوفقهم الله ان شاء الله، يعني بجيتهم هنا حتى المجلس البلديه بنغازي الاستاذ احمد العريبي ما شاء الله خطواته واضحه في الميدان، يعني راجل مش متاع مكاتب، راجل يحب بنغازي يحب يشتغل، والناس تشهد يعني وتشوف وضع بنغازي شو صار فيها بعد مسك تغيير المجلس البلدي بنغازي، يعني مع دعم النواب وجيتهم هنا ان شاء الله حيكون الوضع افضل ان شاء الله باذن الله. يعني والله هذه نعتبرها خطوه شجاعه، نعتبرها خطوه تحدي للارهاب للخوارج اللي كانوا يحاولوا يسيطروا على مدينه بنغازي، وفي نفس الوقت هذا تنفيذ القرار بوجود مجلس النواب في مدينة بنغازي. مجلس النواب مفروض يكون في مدينة بنغازي أصلا، حول مدينة طبرق مدينة السلام
دار السلام نظرا لظروف معينه، ولكن اليوم هم جو حيجوا باذن الله حيتحدوا الارهاب، حيعطوا رونق جديد وحياه جديده لمدينه بنغازي لكي تحيا مثل ما كانت واحسن باذن الله تعالى. الاسباب يعني زالت الاسباب باذن الله زالت بفضل جيشنا وشبابنا المساند، وربي ان شاء الله يزيدهم ويخليهم اللي حققوه في بنغازي حققوه في ليبيا. عودة مجلس النواب إلى مدينة بنغازي ضرورة ملحة واستحقاق سياسي بالدرجة الأولى. ومدينة بنغازي الآن أصبحت بفضل الله الحمد لله آمنة، ويتوجب على مجلس النواب الرجوع بأسرع وقت إلى هذه المدينة لإعادة الإعمار ولتفعيل خطط التنمية وللنظر في مشاكل المدينة ومشاكل سكان مدينة بنغازي التي تأن بالفعل يعني طيلة سنوات طوال تحت ظروف صعبة جدا وهي ظروف الحرب يعني. والمدينة عانت ويلات جسام يعني، فعودة المجلس الآن أصبحت ضرورة ملحة بالفعل يعني. هو والله نقول لك مجلس النواب مفروض مش اليوم يرد، من زمان مفروض يكونوا هنا باش يحسوا اللي صاير في بنغازي. أغلبيتهم قاعدين في بنغازي مجموعة منهم، نحن ما نشوفوش فين بكل. لو هم جوا البنغازي وحسوا بينا كانت ممكن من زمان تحررت ولا داروا أي أكشن أوكي أي فعل داروه، لأن هم عايشين حياتهم هم وعيالهم ويدرسوا برا وماشيين وجايين، ونحن اللي قاعدين في بنغازي نحن اللي حاسين بيها. أنا كطبيبة شايفة الواقع أوكي، وهم عايشين حياتهم، اللي يمرض يمشي برا والعيالهم يقروا برا ويقروا في اللي في مصر واللي في طبرق واللي في حتى خارج ليبيا بكل، وماشيين احوالهم مش عايين بينا. لكن احنا وهم لو تعبوا وزروا كيفنا كانوا خذوا اجراء من زمان وداروا حل. لكن مش قاعد لي في طبرق ولا قاعد لي في شرم الشيخ ولا قاعد لي في مصر ولا قاعد لي في اي مكان وعياله مستقرين وعياله يقروا راقد ريح وطيح السعد قاعد يعاني فيها بنغازي اوكي، وبكره بعد بكره يجوا هنا ويقعدوا عينه بدرا. انا نقول لك ولاد بنغازي قاعد فيها، النائب المفروض يقعد فيها، الوزير يقعد فيها، يموت كيفنا ويعيش كيفنا. والله نتمناه انه يراجع قرار بتاعه ويرد للمجلس الرئاسي. هو اللي عندنا هو الوحيد اللي عندنا كويس، ومش حاجه حد نفسه يعني، نفس علي قطراني في مجلس الرئاسه مش حاجه نلقوا حد نفسه. والله كاستقالة علي قطراني يعني بصراحه تو مش وقته، لان ماني بيجي مكانه يعني. وفي نفس الوقت يعني الانسان الوطني قليل تو وين تلقاه، فالسؤال تو اللي يدور في مكان علي قطراني مني بيجي وبس. والله ايش نقول لك، استقاله علي القطراني الحق يعني هي حاجه كويسه، اللي يعرف روحه ما يقدم شيء للبلاد يستقيل افضل، خير ما قاعدين غادي وما يندروا على الدنيا وماشيه وتحق فيها بنغازي انت لا سيوله لا مرتبات ما فيش اي موضوع داروه كويس بك، ما تقدرش حتى اشكرهم تاخذ ذنب. بالنسبة لأزمة المية هذه أزمة مش من تو يعني، لها زمان، نقعد قريب 50-60 يوم ما حقيناها. أغلب شربنا نشرب تنك مية من هالمحطة يعني كل أسبوع تنك مية ب20-30 جنيه. الأزمة والمية معرضين في جماعة المزارع اللي ما دروش في أي حل. إن شاء الله يصلح الحال ويسقم البلاد والبلاد والعباد، وإن شاء الله يريحهم الله ويهنيهم الله ويغلبهم على الدواعش ويغلبهم على المكارين ويغلبهم على المعفنين، يا الله ويمين ويصلح يفتر ويصلح يفتر ويصلح الجيش ويصلح يفتر والجيش ويصلح الناظور ويصلح الكل. الله ينصرهم الله ينصرهم على معاديهم الله ينصرهم على معاديهم، يا الله ويمين يا رب العالمين. لكن ايش قوبنا نحن عزايز، ندعو الفجر وندعو في الليل وندعو في قيام الليل، انصر الجيش انصر الجيش نصرت انصر الجيش، تعال ايش قوبنا. الحمد لله يا رب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.